بداية أنا أحب أتوجه بالشكر الكبير والجزيل لصاحب هذه المبادرة الكبيرة اللي اليوم شرفتنا بهذا التكريم، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، وجودنا اليوم أمامه في منصة أوائل الإمارات تشريف كبير لنا لمبادرة وثقة المليون متسامح اللي عملت دار زايد للثقافة الإسلامية من خلال فريق عمل يعني اجتهد في أن يحقق رسالة هذا العام، يوصل رسالة التسامح لكل اللي موجودين في دولة الإمارات وخارجها. أشكر لهم جهودهم حقيقة، وأشكر لكل من دعمنا وساهم معنا وشاركنا في هذه المبادرة وساعدنا أن نصل هذه المرحلة ونكون على منصة التتويج.